طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. الناس فقراء في الدنيا لا يهم. تعبت والله، تعبت يا أمة الإسلام. ألف دينار ما عندي. رجل لا يجد قوت يومه والبنوك ملأى بمليارات الدولارات من الحقوق الشرعية ومن الأموال التي تأتي إلى مقامات الأئمة. هل من العدل والإنصاف؟ بطول بعد الحكمة متت أنا. من اللي ده لي والله، يعني تقبلها هسه أنا زايد من أمي 500، يعني أنا عمر راح الدورون غير الدورون الشاب يشتغل بالصيانات وينزل فلاتر، والله ينزل فلاتر. أنا مترمن ترى شغلي نظيفين. أنا الناس فقراء في الدنيا لا يهم. طفلة صغيرة ما عندهم باص يقطعون تذكرة للدكتور. من العدل أن واحد يقف على باب المستشفى يموت وما يلاقي من يفوته على المستشفى؟ إنسان يفتقر يقلب يمينه لا عمل، يقلب شماله لا عمل. رحمة الله تعالى هو أبعد نفسه عنها. مي ما عندنا، كل شيء ما عندنا. أجرت لي بيت من طلعت من هذا المجمع، ما قدرت لي الأجر خالص 300 ألف ما قدرت. لا يهم. كيف تقيم عمل الموظف العراقي في دوائر الحكومة؟ هل ترى أن الموظف في الوزارات والدوائر الحكومية متعاون مع المراجع أم لا؟ كيف يستطيع الموظف إنجاز معاملات المراجعين في ساعات دوامه التي يرى البعض بأنها قصيرة؟ من يتحمل تأخير معاملات المراجعين، الموظف أم روتين الحكومة؟ هل الموظف في الدوائر الحكومية يتمتع بحقوقه التي نصت عليها القوانين، أم أن الموظف العراقي مغبون؟ أليس العراق بفضل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولغاية الآن أصبح البلد الأول عالميا بعدد أيام العطل والتي تجاوزت 150 يوما في السنة؟ فكيف للبلد أن يتقدم؟ أليست البيروقراطية والروتين هما سمات الدوائر الحكومية في العراق؟ أليست ظاهرة الرشوة منتشرة في دوائر الحكومة؟ فلماذا إذن لا تكافح الحكومة ظاهرة الرشوة في دوائرها؟ أليست القوانين والتشريعات تحضر الرشوة، فلماذا لا يتم تطبيقها إذن؟ أليس الفساد في العراق تحرك من الأعلى، أي المناصب السياسية الكبيرة، نزولا إلى المناصب الدنيا في الدوائر الحكومية؟ لماذا لا تواكب الحكومة في العراق العالم الرقمي والألكتروني الذي يتسارع في كل دول العالم لإنجاز معاملات المواطنين؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم بعنوان كيف تقيم دور الموظف في الدوائر الحكومية؟ ومثلما طرحنا في التساؤلات، هل السبب في تقصير إنجاز معاملات المواطنين هو الموظف أم قانون الدائرة التي يتحرك بموجبها أو بموجبه الموظف؟ طبعا يشكو الكثير من العراقيين من أسلوب تعامل بعض الموظفين، ونقول بعض الموظفين وليس كلهم، خلال مراجعتهم لإنجاز معاملاتهم، كما يشكو مواطنون عراقيون من عدد ساعات عمل الموظف وكذلك كثرة عدد أيام العطل على طوال السنة. ظاهرة الأمية في دوائر الحكومة في العراق غزتها أيضا، حيث كشف اليوم الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط عن وجود أكثر من 7600 موظف أمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقال التقرير الصادر عن قسم إحصاءات التنمية البشرية في الجهاز بأن هناك بعض الوزارات فيها
عدد من الموظفين لا يعرفون القراءة والكتابة، حيث بلغ عددهم من الرجال 6341 موظفا، بينما بلغ عدد النساء الأميات 1263 موظفة، فيما كانت وزارتا النقل والداخلية الأعلى في عدد الموظفين الأميين العاملين فيها بحسب وزارة التخطيط. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق، أنت كمواطن عراقي بصراحة كيف تقيم عمل الموظف العراقي في دوائر الحكومة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. دكتور، نعم، الله عز وجل قرن الإيمان بالعمل والعمل بالإيمان، فالعمل الصالح ويكون الإيمان، لكنه اللي جاي نشوفه يعني مخالف للقوانين الشرعية بالفساد والانحرافات اللي صراحة اليوم اللي أصبحت الرشوة من ضمنها، يعني شو مثل ما تقول ظاهرة للأسف، يعني بعد ما كانت الناس تستحي من السرقة لكنه اليوم صارت ظاهرة. إذا تسمعني يا دكتور، تسمعني ولا أقطع كلامك؟ لا ويا. بس حتى راح نجي على موضوع الرشوة والفساد، بس أنت في البداية أنت اليوم تراجع أي دائرة حكومية في العراق، كيف ترى الموظف معك بصراحة؟ الأسلوب يا دكتور، إحنا ما نعمم. أكو ناس خيرة وأكو ناس يعني صراحة هو داخل فاسد، هو داخل فاسد، فإجى لقى الضالة مالته من خلال هاي الوظيفة. إحنا نعرف يا دكتور الفساد أو الانحراف، خلينا نعرف الفساد أو الانحراف حتى على مود يصير مفهومة. الفساد يا دكتور هو كل أسلوب يترتب عليه انتهاك للمعايير والقيم المجتمعية، والفعل المنحرف هو إلحاق الأذى والضرر بالآخرين سواء بالممتلكات العامة أو الخاصة. للفساد هو عوامل مشجعة. أول العوامل المشجعة هو عدم تطبيق العقوبات، وإحنا كنا خدمنا بالعسكرية دكتور ونعرف مفهوم الوحدة بأعمرها، فمدير الدائرة إذا ما يكون متابع للموظفين مالته راح شو مثل ما تقول يحل الحمل بالموظفين واللا مبالاة. اثنين، غياب الوازع الديني والأخلاق وهذا المهم. ثلاثة، إحساس الموظف بأنه فوق الوظيفة ويحس بأنه الوظيفة تشريفية إلى مو تكليف. هذا المين ماخذ يا دكتور؟ ماخذ للأسف الشديد من السياسيين الصفة اليوم اللي يظهرون على شاشات التلفزيون ويتباهون بأنهم سراق ولصوص، وللأسف يعني من يقع السياسي ويقول احنا بقناكم، يعني هيك بالحرف الواحد يقول احنا بقناكم، واصبح يعني شفناهم صبار يدعد اسواهم، والاخر خبير بالفساد ويطلع هو اس الفساد. فالانسان بطبيعته يقلد، يعني لما يشوفون يعني اللي هم للاسف الشديد نسوي نفسهم قدوه، هم ولكنهم مع كل هذا ذاك يمثلون الهرم الاعلى بالدوله العراقيه، هم فاسدين. فهذا الموظف البسيط بنشوف يقول لك هذه هي بقت علي للاسف الشديد هذا. يكون المكافحه من خلال الوازع الديني بهذا اليوم، لانه احنا ما عندنا اليوم يعني قائد اللي يطلب القوه على المجتمع بسبب الفساد اللي هو نعم. أنت أشرت إلى أنه بسبب الفساد اللي موجود في أعلى السلطة هو الذي ينعكس سلبا على دوائر الحكومة وعلى الموظف في هذه الدائرة. زين، أنت كمواطن عدد ساعات وأيام العطل اللي موجودة في العراق، شلون راح يقدر الموظف ينجز هذه المعاملات، معاملات المراجعين، إذا كانت عدد ساعات
الدوام قليلة. دكتور احنا اليوم الموظفين او الدوائر الحكومية يعني صراحة اقدر اقول لك انه مو موظفين لكنه بطالة مقنعة. اغلب دوائر الدولة اليوم ما فيها يعني العمل للزراعة موظفين مالتها قاعدين، للصناعة يعني وزعوا يعني ما عندنا يعني صراحة يعني ما عندنا وزارات يعني تشتغل حتى موظفيها يشتغلون. اما بالساعات العمل يعني بالنسبه للدوائر الخدميه مثلا يعني اللي تقوم خدمه المواطن، فصراحه يعني هو سبب الكورونا ومشاكلها فيجي لك نقلل الدوام، لكنه هذا معذر. فهو الموظف اذا يكون الجهات العليا المسؤوله تحسه على ممارسه العمل حتى هو يشتغل ويؤدي الواجب بصوره صحيحه، لكنه هي الجهات العليا دكتور هي ما تشجع على العمل وعلى الوظيفه. نشوف المواطن البسيط متاذي ومتضرر من خلال الروتين اللي جاي نعيشه. نعم انا اشكرك عبد الرزاق من باب الكانه معنا. معنا ضياء من الفلوجه. ضياء، كيف تقيم عمل الموظف العراقي في دوائر الحكومه؟ السلام عليكم استاذ عمر. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلون صحتك؟ يا هلا بك استاذ عمر، حياك الله. يا هلا بك. والله استاذ عمر راح احكي لك بس الضيه طالع شوي احكي وياك يعني. تفضل. استاذ عمر انت اذا على الدوائر تقول نعم. استاذ عمر اذا على الدوائر والله كلها تاخذ. هسه انا اقول لك ابو كيه راح احكي لك هاي ابسط شيء. اجي مقبط عبريين على طريق ابو غريب الف ياخذ الف. زين هاي واحدة، تروح النور تقاطع العامري ياخذ منك الف. اسمع يا استاذ عمر، ها من اللي ياخذ؟ من اللي ياخذ منك؟ يا اخي واقفين بالشارع اللي اقول لك سلابة، خل اقول لك انا منو؟ لا لا سميهم منو؟ سيطرات شو؟ والله الهيئة. لا الهيئة النقل. الهيئة نعم النقل، وانا عندك هي مكسرة لا عند راتب وبرقبتي اربع بنات ولد. يقول لي روح اكيد. زين هاي ياخذوها منك غريب. هذا الشيء رسمي بيوصل له شنو؟ لا مو رسمي لك وصل وهمي، يعني يقول لي سيارتك عليها ما تتبع لي الف يقربك 20,000 دينار. نعم هاي واحده. يقول لي ليش ما عندك راتب؟ روح اتعين اعطيك 50 ورقه. نعم استاذ هذا الوصل مالهم وهمي مختوم النقل والاتصالات. انا عندك هي اشيل لي يعني هسه ترى الكياس صارت اكثر من العبريه. قالت يقول لي مشكلتك، قلت له ضميرك يقبل؟ يقول لي والله اقبل. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم ان شاء الله. ما اقول لك اكثر. استاذ هي يقول لي روح انت 50 ورقه وتعين. قلت له وين يا دائره عمي؟ انا من يعطيني؟ عمامي لو اخوي لو قرايبي؟ والله لو سراقه ما يسلم عليك اصلا. استاذ انت شفت الدوائر هي كلها تبوك. يعني تجي على ابو البوزار يبوك، تجي على ابو الهيئه يبوك، ما تعطي الف مو؟ والله قلت لي غرامه 20,000 دينار، شيء ما انطيت 1000 دينار انهزمت ضربت سيطره ويا البلاد. زين يا استاذ يعني انا انت شفت لان جهد رقابي ماكو، الوحده بامرها، انا من الجرمه والله دا اروح منها استغير ومخاطر بروحي، ابو الهيئه طاير وراي، المرور طاير وراي، الدنيا يا استاذ يعني ما بنعيش احنا لا والله لا راتب بس لا حول ولا قوه، وكيف كسر هوندا ويعرفون الهيئه صارت مشبوهه شيء مالك يا استاذ. والله العظيم من ما انطي الف يقربني 20,000. زين والعائله تريد قال لا كله مشترى مشتكر الا يعني الشاي الشكر الدنيا كلها استاذ شتعب يعني ما تنطي فلوس ما تمشي تنحجز انت والسياره ما تدفع غرامه تنحجز الدوائر كلها باكملها بالعراق استاذ. زين بس نقول استاذ بخت الله يجينا واحد عنده حق الله ويلتفت على هالبلد. نعم انا اشكرك ضياء من الفلوجه وعانكم الله. محمود من الموصل. محمود كيف تقيم عمل الموظف العراقي في دوائر الحكومه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل ما شاف العراق؟ أنا شوف اليوم نور المالك ماشي احكي لي على 2010 تمام. أريدك تحكي لي على مثلا أنه أنت راجعت إلى دائرة معينة وصارت وياك مشكلة مثلا تعامل الموظف وياك شلونه؟ بالضريبة بالعقاري بالمرور بأي دائرة تفضل. رحت
رحت مرة على بغداد ما طلعت لبس إلا ببو. شلون؟ هناك مشكلة في الصوت مع محمود من الموصل، يا ريت ترجع تخابرنا يا صوتي قطع معنا. صباح من بغداد. صباح، يعني اليوم الكثير من المواطنين وهناك تقارير تحدثت عنها يعني هيئة النزاهة وكذلك يعني تقارير محلية ودولية بأنه يقول لك العراق اليوم يحتل المركز الأول في العطل الرسمية، يعني تقريبا توصل إلى 170 يوم وعدد ساعات الموظف قليلة جدا. شو راح يقدر ينجز الموظف معاملة المواطن والمراجع؟ شو نتقيم أنت أسلوب الموظف في البداية؟ خلينا نحكي كموظف، هل الموظف مغبون؟ هل الموظف في العراق ما محصل على حقه؟ هل راتبه قليل؟ ليش تنتشر الرشوة بدوائر الحكومة؟ تفضل دكتور عمر. احنا يعني الموظفين مرتبطين الوزارات، والوزارة على رأسها الوزير ووكيل الوزير والمفتش والنزاهة، كلهم فوق رؤوس الموظفين. فإذا الوزير هو نفسه فاسد وسارق وحرامي، الموظفين ومدراء عامين والمدراء الأقسام والشعب والموظف الاعتيادي، من يشوف الفاسدين كلهم موجودين يعني على رأس الهرم الوزارة. أيضا الموظف شو راح يسوي؟ راح يقوم يرتشي ويقوم ما يداوم ويقبل بالتزوير ويقبل بالرشة وكل شيء يسوي. وأيضا يعني يصير وزارة بلا تقديم أي خدمة للمواطن العراقي. وكل عندنا مثل وزارة الزراعة مثلا، وزارة الزراعة ايش جاي يسوون؟ يعني الوزير الزراعة والوكلاء اللي جاي يصرفون ملايين الدولارات بالموازنات ما قدمهم أي شيء على واقع الحال. يعني شوفها وزارة كاملة معطلة. هسه إذا يقيلون ويلغون وزارة الزراعة والوزير والموظف الأصغر موظف، يعني ما راح يصير تشي خلل بالعراق. يعني ما معتمدين إحنا على وزارة الزراعة في الزراعة، يعني الفلاح هو جاي يزرع، اما هم مراقبه او متابعه ماكو. فالفلاح من يراجع لوزاره الزراعه ما راح يقدموا له اي خدمه، لا بانتاج مثل يساندونه بالبذور ولا بالمرشات ولا بالاليات ولا باي شيء يساندونه. قبل كانوا يعطون سيارات وتنكتر وغيرها وبذور واسمده وكل شيء يعطون، حتى منح يعطون للفلاح في سبيل وزاره الزراعه تكون فعاله. وزارة الكهرباء نفس الحالة. فمن يراجع المواطن العراقي لأي دائرة خدمية سواء مديرية المرور أو جواز ذات أو الجنسية، وإحنا نعرف شنو الموجود بكل كل هالدوائر، إذا ما تعطي رشوة ما تمشي الأمور. إذا الموظف مرتشي، لأن يعني معقولة الكل، يعني أنا أقول لك يمكن 95%، لأن لو أكو يعني نسبة يعني ضئيلة كان الوزير يعني حاسبهم، لكن هو من الوزير وانت نازل فاسدين وسراق. يعني وين لعد هذا الفساد اللي جاي يصير؟ صار له أكثر من 18 سنة وتم سرقة أكثر من مليار دولار سرقوها، يعني ما سووا بيها فد إنجاز. زين هاي موضوع الرشوة، يعني هل الموظف راتبه قليل؟ يعني لا احنا زين دكتور عمر احنا هاي نقطة. والنقطة الثانية موضوع الحلال والحرام وين صار؟ دكتور عمر احنا الرواتب الموظفين كلنا نعرفهم، يعني هسه تعدت يعني مدرس او معلم عنده خدمه ياخذ راتب مليونين الا، وحتى المتقاعدين رواتبهم عاليه. يعني التعيين الجديد يختلف من 700 وانت طالع. نعم. لكن اللي عنده خدمه يعني عندهم رواتب يعني تكفيهم. زين يعني ليش ياخذ رشوه؟ ياخذ رشوه لان كل الدنيا فاسده بالوزاره، ماكو رقابه، ماكو قانون. يعني شنو حشرهم مع الناس يعيد؟ يعني تلقاه مثلا يعني هو يصلي يعني ويصوم ويحكي على السياسيين وبنفس الوقت هو ياخذ رشوه، شلون يصير؟ هذا تناقض بالشخصيه. احنا احنا, احنا 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 العمائم واللي ناس داخلهم بالدين الجدد، يعني الوجوه الجديده اللي لا احنا نحكي على الموظف، نحكي على الموظف. نعم. يعني ما جاي يوعون الناس ان الرشوه حرام، ولا جاي يوعون الموظف، يعني ما معقول انه حرام. ابو الرشوه والمرتشي ابو عيني صباح، يعني ما معقوله موظف عمره 30 40 50 سنه مثلا وياخذ رشوه بحسب الارقام اللي موجوده في هيئه النزاهه والارقام الاخرى، انه يحتاج الى انه شيخ الجامع
أو 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 الحسينية يقول له هذا حلال وهذا حرام، خلينا نكون واقعيين. اي بالطبع استاذ، بس اكو نسبة عالية جدا بالموظفين ياخذون، يعني اذا ما تعطي رشوة للموظف ما راح تمشي الامور، المعاملة مالتك ما تمشي سواء بالمرور او بالجنسية. زين شو الحل له؟ هل بسبب انه يريد يصعد بسرعة ويريد يصير عنده رصيد ويصير عنده بيوت وسيارات؟ الطمع، الطمع والجشع اللي موجود لو انه اعتبار مثل ما يولى عليكم تكونوا الطمع والجشع والناس تريد تصعد بالفلوس الحرام كلها من الوزير وانت نازل. وثاني شيء قانون ماكو، لو اكو قانون يحاسب الموظف اللي يرتشي كان اللي الموظف اللي وياه يتجنب هذا الموضوع، يقول لك تعاقب الفلان انسجن انفصل صارت عقوبه صارمة عليه. لكن القانون العراقي يسمح بالرشوه، بس الفاسد والحرامي والقاتل القانون يحميه. فاحنا هاي واقعة كلها يعني بعاتق المواطن العراقي جاي يعاني من هذا الموضوع، المعاملة ما تمشي سواء بكل الدوائر الخدمية بكل الوزارات بدون استثناء، يعني كلهم الأغلبية نعم. أشكرك صباح من بعض الكلام معنا. أبو زكريا من كركوك، أبو زكريا كيف تقيم دور أو عمل الموظف العراقي في الدوائر الحكومية؟ أول مساء الخير عليك. مساء النور، أهلا وسهلا بك استاذ عمر. هذا النقاش اللي يتناقشون به يعني المتصلين بخصوص اداء الدوائر واداء الموظفين، انا جاي استمع يعني بشكل واضح لهم والجنابك الكريم. انا هذا الموضوع من زمان انا اعاني منه، احكي لك فد حاله. تفضل. الحاله في مديريه مرور كركوك وفي محكمه كركوك. تدخل للمحكمه كرسي المراجعين والمحامين ازيد من يعني شو اقول لك، حتى اكسجين ماكو بالمحكمه. زين ما يخالف القاضي في يوم واحد من القضاة تكرم راح للتواليت صار الزحام، راح للتواليت صار الزحام. هسه ما يخالف عينوا قضاة المعاملات بمحكمه كركوك تمشي بشكل بطيء، عباره عن نمله ارجاء، عباره عن نمله ارجاء. واكو امور يعني مو صحيحه بالمحكمه، بس ما انا ما شفت رشوه ولا اجى قاضي قال لي اريد من عندك رشوه، لا ابدا. انا اراجع المحكمه من الشهر الرابع باي السنه. لكن الموضوع شنو؟ اكو تلكؤ بالعمل، اكو قله كوادر، يعني محقق راح دوره بغداد. زين شلون اكتظاظ في هذه المحكمه او في تلك الدائره وبنفس الوقت اكو تلكؤ بالعمل؟ وانت تقول اكو قله بالموظفين، شلون قله بالموظفين؟ لا قله القضاة قليلين المحققين. نعم. يعني دقيقه فضل. 4000 دعوه. نعم. واربع محققين بس وثلاث قضاة، 4000 دعوه بالطرف الثاني. زين يعني اكو قله بالكادر بالمحكمه، يعني المعاملات هسه انا يعني قمت من عندي معامله، انا عندي دعوه، عندي شكوى وشكوى عقاريه مال العقار. الله وكيلك من يجي موعد المراجعه اتكئب اضوج وكانه يعني رايح لفد مكان. يعني اللي شفته بمحكمه كركوك من شهر رابع لحد الان بحياتي ما شايف. تمام. زين نجي على مديريه نعم على ساعات. نعم. ساعات عمل الموظف بالعراق شلون تشوفها انت؟ مقنعه؟ هل بهذه الساعات والعراق اليوم يحتل المركز الاول بعدد العطل مناسبات وطنية ودينية وغيرها حوالي 170 يوم مع الجمعة، شلون راح يقدر يقدم البلد؟ والله شلون راح يقدم البلد؟ شلون راح يقدر ينجز؟ أنت بالنسبة إليك بهذا سؤالك ابتعدت عن الطرح اللي أنا طرحته مع هذا أنا وياك. لم أبتعد، إحنا نتكلم في إطار الدائرة اللي موجودة في العراق، دوائر الحكومية، شلون ابتعدنا؟ يعني هسا اليوم أنا كمراجع ماشي يبلش الدوام عند الموظف الساعة 9، إذا تروح الساعة وحدة أو وحدة يقول لك لا خلص الدوام تعال باجر، مع العلم أنه المفروض تكون هناك ساعات عمل 8 ساعات. وين 8 ساعات؟ أنت حسب ليها من 9 8 ساعات لوين نوصل؟ المفروض الساعة 5 صح؟ أستاذ إيه؟ أكو دوائر يعني شلون تقول الوحدة بآمرها مديرها محترم وابن وادن تمشي الأمور يعني على يعني مثل ما تقول بشكل صحيح. نعم. أو أكو دوائر بها تأثيرات حزبية،
واكو دوائر الموظف جاي يحسب ايام وياخذ راتب وهذا الشيء غلط. بالنسبه عندنا مديريه موكب. هل المشكله في الموظف ام في الحكومه وفي الرقابه وفي القوانين؟ لا لا المشكله ام يتحملها الطرفين؟ مدير الحكومه استاذ خلي خدمك. نعم المشكله في الحكومه ومن يشكل الحكومه هم يعني نتاج اي حكومه من 2003 لحد ما هي العمليه السياسيه. عمليه سياسيه اني حكيت باكثر من حلقه وشاركت ولو صار لي فتره منقطع عنكم واعتذر. حكيت قلت قبل سقوط مثلا خلينا نسميه النظام خليهم هم يقولون النظام خلينا نقول النظام قبل سقوط النظام من 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 شكلت العمليه السياسيه خارج العراق بلندن وبايران وبدمشق وغير دول وضعوا هاي الخطه يعني هسه خلي الشعب يفتهم على كلامي وعلى كلام غيري وضعوا انه لازم تكون حكومه يعني عباره عن نمله ارجاء حكومه قوانينها عكس ما يخدم الشعب حكومه مثلا ما توفر خدمات للشعب. نعم هل انت راضي عن عمل اللي. عن عمل الموظف في دوائر الحكومه يعني عندنا متصل شلون هل انت راضي بشكل عام عن عمل أبداً الموظف أبداً في دوائر نعم أنا أشكرك أبو زكريا من كركوك كان معنا أبو محمد من الموصل أبو محمد كيف تقيم عمل الموظف العراقي في دوائر الحكومة أبو محمد تسمعني نعم نعم يا ريت تسمعني من الموبايل مباشرة متصل التلفزيون تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخ العزيز نعم. أنت سألتني هذا السؤال نعم وأنا مسؤول أمام الله نعم والله العظيم ما راضي تدري ليش؟ نعم ليش؟ والله يا أخي العزيز يا دكتور احنا بالنسبة للعراق الشعب العراقي ما شاف خير من 2003 لحد الآن ودوائرنا خاصة عندنا بالموصل من أصغر دائرة إلى أكبر دائرة كلها فاسدة شنو اللي صار وياك مثلا؟ طلعنا كلهم 5% بس 5% شنو اللي صار وياك مثلا؟ شنو اللي صار وياك؟ مثلا اضرب صار وياك شيء اللي صار وياي نعم. بعد التحرير مباشره ما يقبلون بالهوايا هويه الاحوال المدنيه انه من قبل داعش يعني لازم بعد التحرير تبدلها تمام ومشيت معاملة نفوسي داخل الموصل تدري انا من 2019 الى قبل 20 يوم يلا طلعت هويه وقعدت لي موظف حيشاك مو ابن حلال وعرقني اروح اسوي هالورقه يروح يعرقني على ثاني يعني بزعت بس يعني راحت على ضابط اللي هو مسؤول عنه قلت له سيد يعني صاحب عائله وانا عامل وما عندي جعت يدينا كروه واجي وجاء الضابط وصاه قال له سوي شغلته راح الضابط شايف بي النوب بالازود خلاني يعني على مود راح الضابط علي هذا الموظف خلاني سنتين الهويه على ما سنتين ونص يعني سنتين ونص 19 الى قبل 20 يوم يلا طلعت الهوية شو يريد رشوة ولا شنو؟ ما اعرف ما قال لي على رشوة هو عقني يعني على مود قلت للمسؤول مع الضابط قلت له على الهوية يعني قلت له اني كامل اجراءاتي وكذا وهذا ما جاد يمشيني عقني هو زين الحكومة وين الحكومة وينها عن موضوع تأخير معاملات المواطنين برأيك عن موضوع الرشوة بدوائر الحكومة وينها الحكومة؟ يا اخي العزيز وين الحكومه؟ هاي حكومه انت قاعد تحكي عنها هاي حكومه احنا الدوائر كلها منخوره الطب بيه فساد الدوائر الاحوال المدنيه بيها فساد النفط بيه فساد حتى المدارس هذه هسه عندنا اطفال والله العظيم جاي ندرسهم بالبيت يجون كل شيء ما يفهمون المعلم تلقاه يقضي وقت يعد يوم للراتب هي تجي يفكر بس بالراتب تيجي ما عندنا يعني ايش اي حكومه يعني أشكرك أبو محمد من الموصل كان معنا علي من بغداد علي كيف تقيم عمل الموظف العراقي في دوائر الحكومة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك شكرك يا هلا بك حياك والله يعني أكو بعض الموظفين زيني وأكو بعضهم لا نعم إيه يعني وضع عام يعني بالدوائر نقول 70% نعم يعني زين زين بالنسبة لي مثلا يعني ساعات العمل ساعات العمل في الدوائر الحكومية أيام العطل تدري أنت اليوم العراق نعم العطل نعم بيها عطل نعم بيها عطل يعني أكثر بلد بالعالم بيعطل زين هنا الحكومة غير
توضع حل لهذا الموضوع. يعني تدري هاي خسارة بالمليارات، تعطيل لمعاملات الموظفين المواطنين، ويعني البلد ما راح يتقدم. أضف إلى ذلك أكيد. إحنا بعدنا نتعامل بالورقة والقلم، ليش ما إحنا نصير مثل باقي البلدان؟ أفقر البلدان اليوم تطورت بموضوع الرقمنة الإلكترونية، تطورت جدا. يقدر المواطن مو إلا يروح يوصل للدائرة، هو قاعد ببيته يشغل الحاسبة، يملي الاستمارة اللي يريدها، يرفق بها ويتأكد منها الموظف في الدائرة هل هي صحيحة وكذا، وتنجز المعاملة. ليش إحنا كل هذه الأمور غافلة عنها الحكومات منذ العام 2003 ولغاية الآن؟ أي ما على أساس يسوينا هم هذول بعد عقليتهم. الناس يجرون، يجرون الشيعة، يجرون الكرد، يجرون الصفحة، إحنا الشعب واقع بيها. فما تقول يعني ماكو نشيد، يعني شو ما تقول إحنا ماكو فد رؤية لهذا البلد حتى يتقدم إلى أمام. كل من يجر من صفحة مع الأسف. نعم. أنا أشكرك أخي علي من بغداد كان معنا. أبو حارث من الموصل، تفضل أبو حارث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. نحيي قناتكم وجميع متابعيها. يا هلا بك. قدمت على معاملة، أشارك بالموضوع معكم. إيه نعم، أريد أسألك قبل أسمعك، أريد أسألك أبو حارث، هل قدمت على معاملة للتعويض ورا ما رجعت للموصل؟ يا ريت تسمعني من الموبايل وتنص التلفزيون. اسمعك اسمعك من نص الموبايل. التلفزيون نصي. انا عندي ملاحظتين بالنسبه لشغلتكم. تفضل. اكو دوائر عندنا بالموصل رقم هائل. اضرب لك مثال على كليه الزراعه والغابات. نعم. عدد الطلاب فيها 250 طالب. عدد التدريسيين 280 تدريسي، كل واحد راتبه 3 ملايين. شوف. نعم. شوف الفشل الاداري. هاي وحده. دائرة الشؤون الرياضة بها 40 مهندس، حكالي ولد قال من 2019 ولا شاركوا بأي مشروع. زين، هاي جهة انتهينا منها. زين، ليش يعني زخم هاي من الموظفين بس قاعدين يأخذون رواتب وخميس جمعة ما يداومون، كورونا أخذوا وقت الدعش، أخذوا المواطن ما يأخذ وقت يريدون منه مال هيئة التكسي مال فترة الدواعش. ماكو عدالة اجتماعية. زين، هاي انتهينا منها. عندي معاملة مع التعويض صار 14 سنة لحد الآن ما طول التعويض. ماكو موظفين. زين، ليش عندكم دوائر زخم هائل من الموظفين واحنا من أهل الموصل متضررين وانفجعنا بفترة الدواعش وما داعش؟ أنا صار لي 14 سنة ما طول التعويض، ما السيارة مالي محروقة، انحرقت بالأعمال العسكرية. ليش عدالة ماكو بهذا البلد؟ وهذا البلد إذا ما يصير بعدالة فلا رح يصير بخير. العدل أساس الملك، العدل أساس الملك. زين، هذا التقصير المواطن، خاصة المواطن البسيط. هذا التقصير. شوف يعني دائرة بها عدد هائل من التدريسيين، كل واحد راتب 4 ملايين، وعدد الطلاب ما يتجاوز 250، هم 280 تدريسي بس، تدريسي دكاترة على أساتذة هاي الزراعة. زين، أسألك نعم. تسمعني أسألك، هذا اللي دا يصير بدوائر الحكومة، رشوة، تعطيل معاملات، عدد ساعات قليلة، عطل كثيرة، لما نتحدث عن موضوع القوانين اللي دا يصير بالدوائر، هل يتحمل الموظف لو الحكومة لو اثنيناتهم هذا الروتين تعطيل معاملات المراجعين؟ الضمير مات، الضمير مات، القانون ضعيف، والضمير مال الموظف مات، والمواطن هو الضحية. أني أشكرك أبو حارث. نعم، أني أشكرك أبو حارث من الموصل كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة والتي نتحدث فيها حول عمل الموظف الحكومي في دوائر الحكومة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. طبعا يحتل العراق مركز الصدارة في تنوع المناسبات الوطنية والدينية التي تعطل فيها مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث تفرض إجازات وعطل لأسباب مختلفة، وعادة ما تكون مثار جدل في المجتمع العراقي الذي بات بعدها معطلة لمصالحه، يعدها معطلة لمصالحه، وأن الدولة لا يمكن أن تنهض وتتطور بهذا العدد من العطل غير المجدية باستثناء بعض المناسبات التي تستوجب عطلة نظرا لما تحمله من رمزية للمجتمع العراقي. طبعا المقارنة مع بعض الدول، مثلا في السويد المواطن يتمتع سنويا هناك بتسع عطل رسمية فقط، بينما تتراوح في ألمانيا بين 10 إلى 13 يوما بحسب الولاية، مقابل 14 يوم في إسبانيا. بالعراق وصلت إلى 170 يوم مع الجمع في السنة، يعني نصف السنة طائرة. معنا اتصال أبو سيف من بغداد، تفضل أبو سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حدحت يا أبو عمر، لك أبو عمر عمر. أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أبو سيف. كيف تقيم عمل الموظف العراقي في دوائر الحكومة؟ والله ناس وناس. نعم، شلون؟ ناس وناس. عنده معرفة، عنده هاي قاعد يعمل، والباقي اللي ما عندهم واللي يعمل بإخلاص يعني يعمل، واللي ما يعمل بإخلاص كل واحد يعني يلاقي مثل ما يقول أجر عند الله. زين، الرقابة الحكومية وينها؟ هسا أنت يعني أنت عندي شوية عندي مناشدة شوية ويا أستاذ عمر، يعني متقاعد. تفضل. يعني بالنسبة لسلفة، الله يخليك، مصرف الرشيد وسلفة المتقاعدين، أنا خادم 26 سنة وطالع. السلفة مالتي ما ينطوني سلفة، لأن أنا خدمت يعني طبعا 26 سنة، يعني عمري فوق 60، فينطي سلفة شرط العمر، أنه عمرك لازم، هو المتقاعد أصلا 63 يلا يطلع، وهم 63 وفوق ما ينطونا سلفة، يقول أنت عمرك كبير. فأريد مناشدة، يعني مصرف الرشيد يختلف عن مصرف الرافدين وبقية المصارف، وإحنا على الرشيد، فمدى ينطوني سلفة يعني، لأنه عمري كبير، هو المتقاعد غير من خدم بلاده وتعب، غير يكون له فد مميزات الراحة، يعني هو راتبه، هو راتبه مستمر حتى من يموت، هم راتبه يبقى لعائلته ويقدرون يقصون من عنده، فما يحرموني من السلفة يعني. بريد مناشدة المصرف الرشيد، يعني ليش يعني خلوا شرط العمر انه من 63، يعني هو 63 شرط المتقاعد يلا يطلع، ومن 63 فوق ما ينطوا سلفة، لعدين من السلفة هاي. نعم. وأنا أشكرك والله، يسهل أمرك. أبو سيف من بغداد كان معنا. نعم، طبعا معدلات دفع الرشا في العراق تتفاقم ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، إذ يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها، وإلا ضاعت عليهم. طبعا من نتائج استبيان قياس مدركات الرشوة في دوائر مديرية التسجيل العقاري العام على سبيل المثال، والذي نفذته هيئة النزاهة الاتحادية بمشاركة 11 ألف مراجع في 44 دائرة ببغداد و14 محافظة عراقية، كشفت عن ارتفاع في نسب دفع الرشوة أو تعاطيها، إذ بلغ المعدل العام لدفع الرشوة في دوائر بغداد بحسب هيئة النزاهة الاتحادية 31.77%، وسجلت دائرة التسجيل العقاري في البياع أعلى نسبة لدفع الرشوة 44.2، تلتها الرصافة الثانية البتاوين 41.6، والكرخ الأولى المنصور 41.4%، والكرخ الثانية العامرية 40.1%. وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلا أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت أكثر من 10%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة أكثر من 4% وفق التقرير السنوي لعام 2020 الصادر
عن هيئة النزاهة. طبعا العراق في المرتبة 160 عالمية في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في يناير كانون الأول من عام 2020. معنا اتصال أبو محمد من السماوة. أبو محمد، كيف تقيم عمل الموظف العراقي في دوائر الحكومة؟ هل الموظف مغبون؟ هل هناك يعني تقصير من الموظف أم يتحمل التقصير والروتين الموجود في دوائر الحكومة هي الحكومة نفسها؟ نعم مر. طبعاً بالنسبة للدوائر الحكومية وعمل الموظفين في الوقت الحاضر هو انعكاس الصفة المتعامة كانت تصل حاكمة فارزة وتعامل بهذه الروتين بهذا الروح الطاقية إذا تكون الموظف مع المواطن بشكل سلبي. يا ريت أبو محمد ترجع الاتصال لأن أكو مشكلة بالصوت. معنا أبو محمد أبو عمر من بغداد. أبو عمر، كيف تقيم عمل الموظف العراقي في دوائر الدولة في ظل انتشار الرشوة بحسب أرقام هيئة النزاهة؟ أبو عمر تسمعني؟ حياك الله أستاذ عمر. يا هلا بك. قناه الرافدين. أهلا وسهلا بك. ألو. أسمعك. أسمعك عيني. حياك الله أستاذ عمر. حيا ودوم. يا هلا بك. أستاذ عمر، بالنسبة الموظف لدوائر الدولة ويعني كافة الموظفين سواء كانت أجهزة أمنية سواء أجهزة يعني خدمية أو العقارات، كلهم هذول الموظفين اللي هم نفسهم ما يعترفون بالدولة وما يعترفون بالحكومة العراقية. فدائما نلاحظه في مراكز الشرطة أو يعني حتى بالسجناء بأي مكان كان يأخذون الرشوات، يأخذون مثل ما يقولون يعني يعقلون معاملات العالم على هكذا مثل الدوائر الدولة بالعقارات. يعني من تروح على عندك تسجيل قطعة أرض أو بيع دار، يعني دائما يعقلون الأمور ويصعبوها من أجل أن يأخذون رشوة فتطول عندهم المعاولة المعاملة اللي انت تاج تقدم بيها المواطن. فإذا ما قدم لهم رشوة ما وصلوا هناك يعني عرقلوها ويصعبوها عليها يعني بين البائع والمشتري. هاي ناحية. باقي دوائر دول المرور أو الأجهزة الأمنية مراكز الشرطة هذه هم نفس الحالة. يعني قبل سنة عندي إجازة سنوية ضاعت من عندي، فمن راح سويت شكوى أحد مراكز الشرطة في المستشفى نقلها إلى القاضي ومن القاضي راحت المرور العامة والعائدات. كل هاي ما مشت أستاذ عمر إذا ما دفعنا فلوس بيها ما مشت المعاملة. من نروح للضابط نقول سيدي وين وصلت المعاملة؟ يقول ها انتظر بعد مر للعصر. يعني بهالصيغة هاي من يمر لك وقت غير الدوام هو ما انجز معاملة، يريد من عندك رشوة في الجديد أنه ثاني يوم يمشي معاملتك. طيب أيضا المكلف الشرطي اللي راح يقدمها للقاضي أو راح يقدمها يوصله للمرور أيضا هم يأخذ رشوة، وحتى بالمكان اللي يوصل بيه ناته ما ينجز المعاملة بيها إذا ما يأخذ من عنده رشوة ويرجعها. فدائما نجي الرشاوي والامور اللي تمشي بالفلوس هي فماشيه، والانسان البواب ما عنده فلوس ما وين الهيئات الرقابيه؟ وين الحكومه عن هذا الموضوع؟ الهيئات الرقابيه وهيئه النزاهه هاي كلها تدري بها الحكومه السابقه ضباط يعني ضباط في مديريه المرور العامه. يعني انت متلاحظ تبديل سنويه او اخذ إذا تستوى كل هاي يأخذون الرشوة. يعني عينك يأخذوا، وإذا ما قلت لهم أو للموظف اللي موجود فالضابط متعاون مع الموظفين اللي موجودين من ضمن الدوائر. إذا كانت أجهزة أمنية وإذا كانت أجهزة خدمية كالعقارات أو الوزارات ما شابه، فكل هذول يأخذون رشاوي يعني المعاملة يأخروها ويطلعوا لك فلان فقرة فلان فقرة بطاقة السكن أو اسم الزوج أو اسم الأب أو اسم الأب من هاي الأمور وما ما شابه يأخروها عليه في سبيل أنه يدفع رشوة. فهي الأمور ماشي عندهم. أما النزيه من هذه الدوائر يعني يقدر يمشي معاملة ما يقدر يمشيها، لأنه أكو ناس أعلى من عده من راح توصل المعاملة ما راح يعرفنها ما راح يمشي بيها. يعني يبقى المواطن ضحية
امام هذه الحكومه وامام هذه الدوائر، لان لا يوجد عندنا رئيس وزراء ولا توجد عندنا حكومه قويه من يحاسب هذول الفاسدين. نعم، انا اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا. طبعا دراسه الفساد والنزاهه في القطاع العام العراقي انجزت بالشراكه مع مكتب الامم المتحده وكذلك هيئه احصاء اقليم كردستان ولجنه النزاهه بمجلس النواب. هذا الحديث في 2013. اكثر من نصف مواطني العراق يرون بان الفساد في ازدياد، ويدفع المواطن العراقي حوالي 4 رشاوي في السنه، ويضطر 45 اكثر من 45% من دافعي الرشاوي الى اللجوء اليها من اجل تسريع الإجراءات الإدارية في دوائر الحكومة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.